يا مو يا ما الا ما احلى هذا الشاب. ايش اسمه؟ يا موري الغندور. اسمه حلو والله. ايش احط لك عليه؟ ايش احط لك عليه في البيت؟ احط لك عليه يا حلو. حرام تكون توتي، حرام تكون توتي. ايش احط لك؟ ايه حكيني على الخاص معك. ايش اسمي؟ ايش اسمها في فيسبوك؟ هذا صفحة. ايه الصفحة؟ الأمورة كايدتهم. أمورة كايدتهم. انت بتحكي معها الخاص؟ هذا انت بتحكي معها الخاص؟ ليش ما يحكي؟ يعني بده لا يحسبني مثلا؟ كلهم ثلاثة. ايش عمره؟ ان شاء الله يا رب عمره 25 سنة. بحب الشباب، روح قلب الشباب. الله يرحمك يا حجي، الله يرحمك. ايه كنت تخور علي، لا تخليني احكي مع الشباب. ذكروا في كلها بتحكي مع الشباب، دائما تحكي. كنا عم بحكي مع 20 شاب بالفيسبوك، الفيسبوك عم بحكي. ذكروا فيك يا حجي، الله يرحمك. توشني شو حلو انت. شلونك امي؟ شو اخبارك؟ زين ابني يا زين. والله يا حجي انا بزعل عليك، يعني هون بتعدي لحالك ملل ووحده يعني شيء بشيء بيطقي. بعرف يعني الوحده صعبه. اي والله يا فلهيك انا معي شويه مصاري بدي اخذ رايك بشغله، فتعطينا رايك وانا فورا بنفذه. تفضل يا ابني تفضل. عندك خيارين امي، بتريدي ابعتك على الحج تحجي وتستغفري ربك وهيك تتسلي وتتروحني شوي. اي والله الله يرضى عليك. او بتريدي يعني نجوزك، العريس جاهز على فكرة، العريس جاهز. فبتختاري الحج ولا بتختاري العريس؟ ابني يعني ايش اقول لك هلا؟ بصراحة يعني والله خجلاني منك يعني، يعني الكعبة ما راح تطير، موجودة بمكانها مثل من رحنا بنروح بنحج، بس يمكن العريس يصير يا ابني. تتوت